السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلويات نجية. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الوصفة ديال البانكيك بالموز ولا بالبنان مع حبيبات ديال الشوكولات. بصراحة هذه الوصفة هذه تجي رائعة بزاف، وكتجي خفيفة، كتجي خفيفة بزاف. ولا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بالجيم ديالكم وكذلك لي كومونتير رائعين. دونك دابا غادي ندوزو نشوفو المقادير والطريقة ديال التحضير ديالهم. المقادير اللي غادي نحتاجو باش غادي نحضر هاد البانكيك، البانكيك صراحة سهل. اول حاجة غادي نحتاج واحد هنا جوج بنانات، يعني بنان فاش هكذا تيطيب وما تيبقاش يعني هكذا الماكلة، نقدروا اما ندير به عصير يا اما انا قلت ندير به البانكيك. عندي هنا واحد البيضة، عندي هنا خمارة ديال الحلويات، عندي هنا فيها 11 غرام كما كيبان لكم، وعندي هنا واحد الفاني حتى هي فيها 7.5 غرام الا كتبان لكم. عندي هنا واحد المعلقه، تقريبا معلقه كبيره تاع الزبده، ما عمرش يعني تكون معلقه صغيره هكذاك. تقريبا عندي هنا ديال الزبده، عندي 15 غرام ديال الزبده، ما يعادل واحد المعلقه هكا صغيره عامره مزيان. عندي هنا بيبي شوكولا غير للتزيين، يعني ماشي ضروري، حبيتو ديروه ديروه، ما حبيتوش ديروه ماشي مشكل، وتقدروا تعوضوه بشي حاجه واحده اخرى اللي عندكم هكا للتزيين، بحال لي زامون ايفيلي، بحال الغيزان، بحال اللوز، بحال البيستاج، تقدروا تعوضوه بزاف ديال الحوايج. عندي هنايا 160 غرام ديال 160 غرام ديال الدقيق، ما يعادل بالعنبه. انا غادي نعبر ابخي نقول لكم شحال، حتى دابا انا عبرت هنايا عبرت 160 غرام، من بعد غادي نقول لكم شحال. عندي هنايا السكر، 60 غرام ديال السكر، تقريبا ماشي نص كاس، يعني قل من نص كاس شويه كما كتشوفوا معايا. وعندي الحليب هنا 150 سنتيلتر، انا درت هنا 150 غرام، انا عبرت بالغرام، انا كنعبر كلشي بالغرام. درت هنا 150 غرام، يعني كما شفتوا الكاس عندي شويه ما عامرش، وغندير واحد شويه ديال المليحه وصافي. هادشي اللي غادي نحتاج المقادير. اول حاجه غندوز ناخذ هاد البيضه هذه غنديرها في الميكرو اوند هكذا باش تذوب دغيا طيب، وندوزو باش نخلطو المقادير الاخرين. دابا غادي ندوز، غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نخلط فيه، حزات شركه شويه البيبي شوكولا غادي نحتاجو حتى الاخير غنخليه هنا. غندوز غناخذ الاناء هكا اللي غادي هاد الاناء جا مع 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 الضو جا مضوي بزاف، غادي نبدلو بشي حاجه واحده اخرى. سي بو، درت هاد الانيه هادي ديال الزاج، جاتني حسن، ما عطاش فيها الضو، ماشي بحال هذاك الاخر عطى فيه الضو، ضرب فيه الضو بزاف. غادي ندوز، غادي ناخذ هاد البنانات غادي نقطعهم هكا طريفات صغار. ابخي غادي معكم بواحد الفرشيطه، من بعد ما قطعت البنان كما شفتوا معايا. دابا غندوز هكذا غادي معكم بالفرشيطه حتى غادي معكم مزيان. كيكون البنان طايب دغيا دغيا كيتمعك، اصلا البنان كيف طايب كيف خضر دغيا دغيا كان كيتعجن، يعني غير بالفرشيطه هكا راه كنحصلوا على. ولا تقدروا ديروا هاد المكونات كلها اللي شفتوني انا درت بحال هكا، تقدروا ديروها في الخلاط الكهربائي وطحنوا كلش، يعني حتى هاد البنان هذا غادي يطحن معاهم يرجع بحال شكل خليط ديال البغرير. انا قلت نديرو غير هكذا باش هكا يجيو داك الطريفات ديالهم باينين. كما شفتوني دابا انا طحنتو، انا صوبتو غير الفرشيطة، معكتو الفرشيطة مزيان، ها هو رجع بحال شكل. دابا غادي نجيب ديك الزبدة اللي دوبت في الميكرو اوند، ديك المعلقة ديال الزبدة غنديرها، غندير هاد البيضة، انا غادي نستمر غير بالطراب اليدوي. تقدروا الا كان هكا عندكم بغيتوا تحضروا بزاف تضاعفوا الكميه. غادي نضيف سكر سنيده، بها غادي نعبر لكم الدقيق باش نقول لكم شحال بالكاس العلبه. غنضيف الحليب، غنضيف هاد المكونات كاملين دقه واحده، نعبر غير الدقيق شحال بالكاس العلبه،
حيت بزاف الناس كيبغيو القياس بالكاس، مي هو احسن من الاحسن كما كنقول لكم دائما تعبروه بالميزان، حيت الميزان كيعطيك شي بالغرام وكيعطيك شي مقاد، مي الكاس كاين اللي غادي يخليه ناقص، كاين اللي غادي يعمرو مزيان، كاين كل واحد كيدير. هانتوما شفتو معايا، ها كاس عامر حتى الجناب، وتقريبا هنا بقى شي كنعدبو راسنا، جيبوها هكذا وخليو نيشان تقريبا غادي يكون هنا شي نص كاس يمكن، ولا ما واصلش نص كاس. المهم انا غادي نشوف حيت بقى ما ساليتش، بقى لي واحد شويه كما شفتو معايا ما وصلش النص، خاصو شويه باش يوصل للنص، تقريبا شي معلقه ولا كما شفتو معايا. كلشي تيطيح ابخي، كنخلط هادشي مزيان، كندير هذا الفاني حتى الخمارة حتى هي كنضيفها، كاين ما كيديرش فيه ما كيديرش فيه الخميره، مي هذا ديال الخميره بصراحه كيجي زوينه، كيجي بحال شي كيك صغير، كيجي بحال شكل الكيك. غندير شويه د الملحه، من بعد غادي نخلط كلشي مزيان، من بعد ما غادي نخلطو غادي نخليه يرتاح هكذا واحد تقريبا واحد 10 دقائق هكذا، ابخي غادي ندوز معكم باش غادي نطيبوه. نحاول نخلط مزيان، كما شفتو معايا سيبو خلطناه مزيان صافي. صافي دابا غادي نخليه كما قلت لكم واحد 10 ديال الدقائق نبدا نطيب فيه. نخليها هي هكذا على جنب، شفتو الخليط ديالنا ماشي جاري وماشي ثقيل، يعني هو هذاك ماشي بحال شكل البغرير، البغرير كيجي شويه جاري على هذا. دابا غادي نخليه على جنب واحد 10 دقائق ومن بعد نجوج باش نطيبو. من بعد ما خليته يرتاح داك 10 دقائق خديت واحد المقله هكذا اللي كتكون هكذا ملسه، يعني ما كتكونش المقله حرشه، وكنخليها حتى كتسخن، ومن بعد كندهنها بشويه ديال الزبده وكنبقى نضيف هكذا الكميه اللي انا بغيت. كندير 3 د المعالق، انا تقدروا نتوما ديروه كبير اللي بغا هكذا يديروه هكا شكل كبير ولا يديروه صغار من هذا الشيء، يعني كل واحد كيبقى ليه الاختيار. ومن بعد كندير عليه هاد بيبي شوكولا، كنخليه يطيب على واحد العافيه اللي كتكون مهيله بزاف، يعني ما نديروش عافيه مجهده باش هكذا ما تتحرقش، كنخليه يطيب على واحد العافيه اللي هي مهيله باش هكذا كيتحمر لينا وكيعطي داك اللون الذهبي ديالو. من بعد فاش كنشوفو هكذا بدا كينشف لنا من الجوانب وكيدير لنا بحال هاد الفقاعات هكذا وكينشف من الفوق شويه، ديك الساعه تنقلبوه بحال هكذا. بصراحه هاد البانكيك كيجي خفيف وكيتحضر يعني دغيا دغيا كيتحضر، يعني هكا الكوتي ولا دغيا دغيا كيوجد، ولا في الصباح هكا الفطور، يعني ما تياخذش الوقت بزاف. هانتوما دغيا كطيب، فاش كتقلبوها دغيا دغيا كطيب، وداك البيبي شوكولا كاع ما تيلصقش كاع في المقله ما حتى شي حاجه. صافي كنحيدوها وكنمسح المقيله ديالي هكذا بشي كاغيط، كندير عاوتاني شويه ديال الزبده، كنضيف الكميه ديال الخليط ديالي، كندير انا كما شفتي كندير هنا 3 د المعالق ما بغيتهمش كبار، وكنستمر بحال هكا كندير بيبي شوكولا وهكذا كنستمر هكذا حتى كنكمل الكميه اللي انا عندي كلها. هاد الكميه هذه كما غادي نقول لكم في الاخير تقريبا عطاتني واحد الكميه كتكون تقريبا واحد 15 حبه حتى 14 حبه هكذا على حساب كبار ولا صغار، وباش كيجيو زوينين بصراحه حيت كندخلو فيهم البنان. بزاف ديال الاطفال ما كيبغوش يتناولوا لينا البنان، من الاحسن هكذا ندخلو لهم في هاد البانكيك هذا، تيجي بصراحه تيزي زوين وما غاديش يحسوا به في الماكله ديالهم، واخا كيكون هو داك المذاق ديالو كيكون زوين في هاد البانكيك، كيعطي واحد المذاق بصراحه رائع. هاد الموز في البانكيك كيعطي واحد المذاق غزال بزاف. وكنستمر انا هكذا، غادي نستمر حتى نكمل الكميه كلها، وغادي نتلاقى معكم ان شاء الله
في شكل النهائي ديالهم. بعد ما غادي نكملهم غنتلاقى معاكم. من بعد ما كملت الكميه كلها بطياب حصلت عليه، هذا هو الشكل النهائي ديالو. غادي تشوفوا معايا، تقدروا تقدموه على الوجه اللي فيه الحبيبه ديال الشكلاط، ولا تقدروا تقدموه على الشكل الاول ديالو يعني ما فيهش حبيبه ديال الشكلاط. غنقطع معكم هذه الوحده تشوفوها، بصراحه تيجي خفيف من الداخل وتيجي زوين. انا حطيت غير وحده فوق وحده فوق وحده، وغادي ندير شويه ديال نيتيلا غنديرها غير فوق في الوجه ديالو، حيت هو اصلا ديجا فيه السكر وفيه البنان، هو اصلا تيجي حلو. يعني ماشي ضروري نديرو عاد زعما نديرو نيتيلا هكا ما بين الطبقات، غادي يجي حلو بزاف. ولكم الاختيار يعني، كل واحد كيحب ياكل حاجه كيف ما بغى. انا غير بغيت هكذا، انا بغيت هكذا نديرو هكذا بهذا الشكل. هذا درت نيتيلا في الجناب في الوسط، ودرتهم هكا بدوائر الموز في الجوانب، وحطيت هكا واحد الطريف ديال الموز هكا في الوسط. وهذا هو الشكل ديالي انا اللي انا قدمته لكم اليوم، وهذا هو الشكل النهائي ديال البانكيك اللي انا حضرت معكم اليوم. وإلى عجبكم الفيديو ونال الاعجاب ديالكم، ما تنسوش تطبقوه في البيوت ديالكم. هذا هو اللي اهم 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 اهم، هو بانكم تطبقوه وتجربوه وترجعوا تقولوا لي كومونتير بانكم جربتوا هذه الوصفه هذه وصدقت لكم. وصراحه هذا الشيء كيفرحني بزاف. وإلى عجبكم الفيديو كما قلت لكم ما تنسوش بواحد جيم، وكذلك بلي كومونتير الرائعين ديالكم. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى فيديو مقبل ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله. Thank you.